حلقة جديدة من برنامج سما بريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم. والبداية مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم، البداية مع فقرة بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لليوم، ونبدأ من صحيفة الثورة والتي عنونت تسليم 7 جثامين من ضحايا المركب اللبناني لذويهم والقضاء على 7 من إرهابي داعش في منطقة جاسم بريف درعا. أما صحيفة تشرين المحلية فعنونت خلال اجتماع وزاري لمجموعة 77 والصين المقداد يؤكد على التعاون لمواجهة التحديات العالمية، و 516 عاملا في اللاذقية تقدموا بطلبات استقالة، راتب جزئي مضمون من التأمينات وفرصة عمل جديدة براتب كامل. وبالانتقال إلى صحيفة البناء اللبنانية نقرأ ما جاء فيها، الرئيس الصيني يدعو الجيش للاستعداد لأعمال قتالية، وبايدن يقول مستعدون للعودة إلى الاتفاق النووي. وفي عناوين الصحف الأجنبية نقرأ ما جاء في صحيفة The Washington Post، ترامب يواجه تحديات قانونية متزايدة مع سعيه للترشح للرئاسة مجدداً. أما صحيفة The New York Times، إدارة بايدن تعلن الحرب على رئيس البنك الدولي ومالباس لن أستقيل. وبالانتقال إلى الجارديان، الجنيه الإسترليني في أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 37 عاماً. وأخيراً مع صحيفة لوموند الإسبانية، فرنسا وشركاؤها يعلنون خططاً للتصدي لأزمة الغذاء العالمية المقبلة. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة الرياضة، والبداية من صحيفة ماركا الإسبانية والتي كتبت الكلاسيكو يتصدر أبرز 9 مواجهات تنتظر ريال مدريد في أكتوبر النارية، وصراع خماسي من أجل نجم منتخب إنجلترا. ومن إسبانيا إلى إيطاليا لنقرأ ما جاء في صحيفة كوريري ديلو سبورت، إيطاليا ترتجف رعبا، الأرجنتين مع ميسي في الطريق الصحيح، والسيتي ينضم لسباق التعاقد مع أو لاعب الميلان. إفلات من العقاب بدعم أممي، عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية، وجاء فيها لم نعد نعول على عدالة المؤسسات الدولية، انتهى وقت الانتظار. بهذه الكلمات لخص رأس الدبلوماسية الروسية سيرجي لافروف الوضع فيما يخص الأزمات المختلفة والتي تفلترها المنظمات الأممية تبعا لتعليمات الغرب الانتهازي، فتنحاز للمخربين وتنفث سمومها في وجه أصحاب الحقوق. الغرب ضالع بشكل مباشر في كل الأزمات ومؤجج وسبب مباشر لاستدامتها، والبراهين كثيرة من إمداد السلاح والمرتزقة والتغطية على أفعال الحلفاء التي تصنف كجرائم حرب بامتياز، لكن عين المنظمات الأممية لا تبصرها، فقط ما تبصره هو ما تراه تلك الدول الغربية التي تقودها أمريكا، يخدم مصالحها وخططها المستقبلية الطويلة الأمد في منطقتنا والعالم. موسكو وبلسان لافروف ليس لديها ثقة في هذه الهيئة، ونحن كذلك، ولعل ما قاله لافروف في سطور يشكل رسالة واضحة وكلاما بليغا يختصر صفحات من النقد وقول الحقيقة، لقد انتظرنا عبثا لمدة 8 سنوات لمكافحة الإفلات من العقاب في أوكرانيا، ولم نعد نعول على عدالة المؤسسات الدولية، لقد انتهى وقت الانتظار. وفي فقرة التوتل لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان السبب الحقيقي لاستخدام وضع الطيران على هاتفك. وفي التفاصيل، نشرت إحدى شركات الطيران العالمية تغريدة مفادها أن السبب الرئيس وراء وضع ميزة الطيران هو عدم التشويش على طاقم الطائرة، وبحسب التغريدة سيكون من المزعج لطاقم الطائرة انتظار أن ينهي الركاب مكالمتهم لسؤالهم عما إذا كانوا يرغبون في أي مشروبات أو أي شيء
يأكلونه، وبذلك ستستغرق الخدمة وقتا أطول حتى تكتمل إذا كان الجميع يجري مكالمات هاتفية. واختتمت الشركة التغريدة بالقول إن استخدام الهواتف على متن الطائرة يحفز المسافرين للاستمتاع برحلتهم، إلا أننا نفضل عدم وجوده أبدا. يقعان في الحب بعدما التقيا في طابور وداع الملكة، عنوان خبرنا اليوم في فقرة الصفحة الأخيرة، وجاء فيها: وقع شاب وفتاة بريطانيان بالحب أثناء اصطفافهما في طابور وداع الملكة إليزابيث، حيث تبادلا الأحاديث وأمضيا وقتا مميزا معا قبل رؤية نعش الملكة. كان جاك وزوي قد انضما لطابور وداع الملكة في الساعة 10:30 مساء من يوم التشييع، صادف اصطفافهما خلف بعضهما البعض، مما أتاح لهما الفرصة في تجاذب أطراف الحديث والتعرف عن قرب. وقالت زوي في مقابلة تلفزيونية إن مشاعرها كانت مختلطة أثناء الجنازة، إذ أنها شعرت بالحزن في البداية، ولكن سرعان ما سيطرت عليها مشاعر السعادة أكثر لإيجادها فتى أحلام استثنائية. وعلق الكثيرون على مقطع الفيديو الذي نشرته المحطة التلفزيونية، حيث قال البعض بأن ما حدث كان صدفة رائعة رغم المناسبة الحزينة. أما الآن مشاهدينا مع ريشة رسامي الكاريكاتور. وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم، إلى اللقاء.